وايه الحكاية يا أخي؟ هو في حاجة أنا مش فاهمها؟ اللي أنت مش عارفه إن البي والهانم عاملين علينا فيلم من إخراج أخونا الكبير. فيلم إيه يا جدع أنت؟ ونهايته أنا عارفها من قبل ما يألفوها. ونهايته إيه بقى إن شاء الله؟ البضاعة هتغرق في البحر أو البوليس هيقفشها، وفي النهاية تبقى الفلوس راحت علينا وإحلالكم أنتوا في جو وتشيلوا الجمل بمحمل، مش كده ولا إيه؟ قصة عليك يا مختار. بقى أنت تعمل كده؟ ومع مين؟ مع مرات أبونا؟ ضرة أمنا؟ أنت هتصدق خياله المريض؟ أنت مش شهدت على عقد جوازها من أبونا وخنت أمك اللي ربيتك؟ كمان شهدت على عقد جوازه؟ واللي يخون أمه اللي ربيته ممكن يعمل أي حاجة عشان مصلحته. خلاص؟ اتلبست العمة؟ أنت أكيد اتجننت. يقول أنت شفته جنان؟ أنا هوريكوا الجنان اللي على أصوله. أقصى عليك يا مختار. سعد! يا أشرف! سعد! كل حاجة زي ما هي يا نديم، مفيش حاجة هتتغير، اخواتي ولا هتصرف معاهم. يا مختار الحقهم قبل ما يتهوروا ويعملوا مصيبة. انت المصايب كلها. انا خايفة وحاسة ان ركبي ثابت ومش شايلاني كده. الموضوع بقى يقلق. والعمل؟ مفيش غير اننا نلغي العملية. والفلوس؟ ربنا يعوض عليكم. لا، كله الا كده. دي فيها اعدام. عارفة يعني ايه اعدام يا نعمة؟ ما تغور الفلوس قصاد رعبينا. وليه يا اخويا بس التشاؤم ده؟ مختار اكيد هيقعد مع اخواته هيقنعهم، دول اخواته اكيد هيتفقوا. اشرف، انتوا شادين عليا الصرخ كده ليه؟ انا زيكم معرفش حاجة، واحلف لكم على مصحف بكده. يا سلام، قالوا للحرام احلف. حرامي؟ مش هلومك دلوقتي يا سعد عشان كلنا مظلومين، انما عتبك معايا بعدين. وانت حسابك معايا دلوقتي. بس 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 يا اشرف، خلينا نتكلم في البيت بهدوء عشان نعرف نحل المشكله. نحل؟ ما هي قفلت البي، شفط الفلوس ورهن كل حاجه، ولن وافق على خطته لننسحب، وفي الحالتين هو الكسبان. مش هي دي اموري فهلاوه يا مختار؟ يا اشرف يا اشرف، وطي صوتك شويه، احنا في الشارع. شارع انت كمان؟ انت مش فاهم حاجه. ده يعني هتتهمني؟ انا ابني مش وريتك الاوراق اللي تثبت ان بابا هو اللي سحب الفلوس ورهن الاصول؟ حصل كل ده حصل، بس احنا لو نتكلم بهدوء هنحل كل حاجه. ودي حاجه تفوت على مزور محترف زيك. يلا يا سعد انا هوريك. هتعمل ايه يعني؟ هسجنك يا مختار. يا دي الفضيحة، يا دي الفضيحة. ويهون عليك تسجن اخوك. واسجن ابويا لو ثبت لي انه حرامي. قول لهم يا استاذ على السر اللي قلت لنا عليه. ما تقول لهم. سر؟ سر ايه؟ هتقول لهم انت ولا اقول لهم انا؟ كنت فاكركوا اعقل من كده. لا، وانت الصادق كنت فاكرنا هبل وبريالة. انت فاكر انك ممكن تضحك علينا بحدوته سخيفة من حواديت السيما اللي بتتفرج عليها؟ فهمونا يا جماعة ايه الحكاية. الأستاذ اسكت يا سعد. لا مش هيسكت يا كذاب يا حرامي. أشرف في ايه؟ ما تتكلم. البيش تغلي ثقة بابا بالتوكيل اللي معاه، وسحب كل فلوسنا من البنوك ورهن كل الأصول، وقال ايه بيقول بابا اللي عمل كده عشان يمول صفقة مخدرات لسه جاية في السكة. مش بس كده، ده البيت طلع موالس مع البنت اللي كانت مرات بابا، وعاملين تمثيلية هما الاتنين عشان يلهفوا الميراث كله، واحنا نطلع من المولد بلا حمص. انت قلت الكلام ده يا مختار؟ قلت الكلام ده على ابوك؟ ليه عملته كده؟ رد عليا، قلت الكلام ده على ابوك؟ قلته؟ دي الحقيقة اللي كان نفسي تدفن مع بابا في تربته، واصون السر اللي انت مني عليه. اخرس قطع لسانك. انت اكيد اللي كنت بتلعب المراه في الحرام، عاوز تشوه صورة الراجل الطيب اللي كل الناس بتحبه في حياته ومماته. يا خدام يا مجرم يا قليل الادب، امشي اطلع بره، مش عايز اشوف خليتك. مش عايز بسرعه. على مهلك على مهلك. تعال طلعها. سامحني يا بابا، هما اللي اضطروا اني اعمل كده. سامحني يا اخي. كنت قلت لي ان العمليه متبطنه كده فين؟ ما كنتش جبتهم معايا. وانا اعرف منين بس يا مختار؟ انا فاهم انك عارف، عشان كده اتكلمت بقلب. يا ريتك ما اتكلمت ولا نطقت بكلمه. هما لسه راكبين دماغهم؟ راكبين دماغهم. خلاص نلغي بقى العمليه وكل واحد يروح لحاله. بجد؟ يعني ينفع الاخوه في الصين هناك يفهموا الموضوع وياخدوا حاجتهم ويرجعوا لنا فلوسنا؟ طبعا لا يا مختار، هو لعب عيال. لعب اسمه نصب واحتيال. مش عاجبك بقى روح اشتكي. اشتكي؟ اشتكي لمين؟
اديني مهلة يا استاذ نديم، حاول اقنعه. ماشي يا مختار، عشان خاطر ابوك الله يرحمه هصبر عليك شوية، بس مش كتير. شو احنا هتوصل اخر الشهر؟ رحتوا البنك وتأكدتوا؟ رحنا، ويا ريتنا ما رحنا. ولا يكونش مدير البنك هو كمان موالس معايا ويقاسبني في الصفقة؟ الراجل أكد لي إن بابا هو اللي سحب كل الفلوس ورهن الأصول. احنا آسفين يا مختار. على إيه؟ أنتوا إخواتي الصغيرين برضو، وأنا أخوكوا الكبير ولازم أستحمل. أنا لو كنت عايز أسرقكم الأول كنت خبيت عليكم الحقيقة وخدت الصفقة لنفسي. يا ريتك يا أخي كنت أنت اللي عملت كده مش هو. عشان تعرفوا إني مصدوم زي زيكم. أنا كل اللي أعرفه من بابا الله يرحمه إنها صفقة أدوية متهربة. موضوع الكودافين ده ما أعرفش عنه أي حاجة خالص. أنا حاسس إني بحلم، وحلم مزعج مش قادر أصحى منه. لولا ظنكوا فيا وشككوا في ذمتي في عز ما أنا محروق عشانكم ما كناش وصلنا للمرحلة دي. وأنت محروق عشاننا ليه بقى؟ تصور نفسك يا سعد يا أخويا فجأة مسؤول عن عملية خطيرة زي دي وما تعرفش عنها حاجة ولوحدك. تعمل إيه؟ معرفش طبعا، لاني ما بفهمش في الحاجات دي. شفت بقى، انا من يوم ما عرفت الحكايه دي وانا قالب مخي بدور على راجل واحد يساعدني في نقل البضاعه وتخزينها. انما شوف ربك بقى، اما يرزق من واسع او رزق باتنين. قصدك ايه؟ قصدي النقمه الناس على المال هم اصحابه. اخرس، انت اتجننت. بقول لك ايه، انا استحملتك كتير. يا جماعه يا جماعه وطوا صوتكم بقى، لحسن حد مش شغالين يسمعنا تبقى مصيبه. وانت يا استاذ؟ ايه اللي انت يا استاذ دي؟ انا ايه؟ انت معايا ولا واجبك هيمنعك؟ مش واجبي بس، ده واجبي وضميري وتربيتي تمنعني من ان اوصل السموم دي للناس. ماشي، يبقى انتوا الاثنين متنازلين عن حقكم في الصفقه. اعوذ بالله يا اخي من دي صفقه. اتجنن ازاي ابونا راجل البر اللي كان بيحج كل سنه يعمل كده؟ بس كل دي أقنعة كان بيخفي بيها جريمته. اخرس انت، هو ما اسمحلكوش تمس ابويا بكلمة. البر والإحسان والتقوى كلها كانت صفات أصيلة في نفسه الطيبة وروحه المؤمنة. يا سلام، روحه المؤمنة وبيتاجر في المخدرات. بابا عمره ما يقبل قرش حرام، حتى فوائد البنوك كان بيوزعها صدقة. هو ده اللي هيجنني، طول عمره ماشي صح، ايه اللي عوجه على اخر ايامه على السكه الحرام دي؟ ومين اللي قال ان الصفقه دي حرام؟ نعم تعبيط، حرام 100%، ده كودافين. الحكومه هي اللي منعاه، مش ربنا اللي محرمه يا سياده الرائد. ايوه، يعني هي الحكومه منعاه ليه؟ مش عشان بيأذي الناس؟ لا يا استاذ، الكودافين ده دواء كحه بيعالج حساسيه الصدر، يعني مفيد 100%، ولو معاك روشته تقدر تروح اي اجزخانه وتصرفه بكل سهوله. طب هي الحكومة عملت كده ليه يعني؟ أقول لك أنا بقى يا سيدي، الحكومة منعته لأن في ناس مجانين بياخدوا كميات كبيرة جدا من الدواء ده، قال لي إيه؟ عشان يصطلهم. إحنا بقى مش مسؤولين عن المجانين دول، يعني لو جبت شريط دواء وبلبعته كله هموت فيها، يبقى الدواء بالنسبة لي حرام؟ طب ما هو كده يبقى بابا ما كانش بيتاجر في المخدرات. طبعا لا، بابا بيقدم خدمة إنسانية جليلة لمرضى الحساسية الصدرية في مصر كلها. يا سلام. طبعا، ما هي الشحنة اما توصل وتتوزع السوق هيشبع، وبكده تضمن وصول الدواء لكل مريض. وانت بقى تضمن لي ان الشحنة دي تتوزع على عين الحكومة وتوصل للصيدليات مظبوط؟ اللي انا اعرفه ان في واحد هيشيل الشحنة كلها، انما هيوديها فين الله اعلم. هيوزعها في السوق السوداء طبعا يا فالح. طب واحنا مالنا؟ مالنا ازاي؟ لا ديننا ولا اخلاقنا يسمحوا لنا ان احنا نعمل كده. على كل حال فكروا في الموضوع ده كويس، بس بعد ما تهدوا كده، لانكم دلوقتي منفعلين وغضبانين، والغضبان ما ينفعش ياخد قرار في حاجه. وهي دي مساله عايزه قرار برضو؟ طبعا، لانها حاجه خطيره وهيترتب عليها حاجات اخطر. مهما كان يستحيل اوافق على الكلام ده. ما تنسوش اننا مديونين للبنك ب 6 مليون جنيه بضمان الاصول، يعني لو ما دفعناش هنطرد في الشارع بامكم وباختكم. كده برضه يا حاج، تهزقنا واتبهدلنا بالمنظر ده. انا مش فاهم انتوا مأزمينها ليه؟ ما الحل قدامنا وفي ايدينا. وانا لا يمكن اسمي يجي في صفقه زي دي يا مختار، وانا عندي اموت من الجوع احسن من ان اتاجر في السموم دي. برضه مش هتخسروا حاجه لو اديتوا لنفسكم مهله اسبوع تفكروا فيه كويس قبل ما تقولوا اه وقبل ما تقولوا لا.
بس اسبوع بكتيره، البضاعه توصل اخر الشهر ويلزمني وقت عشان اظبط واخطط. ده اذا اتفقنا، واذا ما اتفقناش هبقى خلصت ضميري قصاد ربنا، وكل واحد بقى فيكو عقله في راسه يعرف خلاصه. ده بيقول لك خلاصه، بيقول لك خلاصه، شكله كده هو اللي هيخلص علينا.